طب يا عم محمد، ما تروح تبلغ يا فندم. الاتصالات اللي مع الناس كلها مضروبة، والناس كلها خايفة تروح تبلغ عشان ما حدش شافهم وهم بيمضوا. فخايفين ان الداخليه ما تشوفش. ده موضوع جدي يعني. الله ينور عليك يا استاذ. احنا دلوقتي هنا بيوتنا اتدمرت وهنتحبس وعيالنا اتشتتت بسبب حمدي، بسبب الدجن بتاع حمدي. فاحنا بنطالب من الحكومه بحلق دجن الشيخ حمدي، يعني اهم حاجه يحلقوا دجنه. طيب غير الشيخ حمدي، ما كان في عم حسين، ده مستر حسين ده اللي هو خد منكم الفلوس. تعرف ناس تانية اديته فلوس يا عم محمد؟ ده كتير. ده احنا بيتنا بس معدي 600,000. انا بيتي انا لوحده معدي 600,000. يعني انت مديله 100. طب انا سامعه كمان، انا سامعه عن ست برضه، اللي ابن خالتي برضه حاطط برضه فلوس، واجب برضه معايا اهو.